أما في مملكة البحرين، بما أن احنا أكيد نتكلم عن طبع البحريني وتزامنا مع هذه الاحتفالات، كلنا أكيد سمعنا قبل كم من يوم قصة الطفل عبد الله أحمد جمال اللي انفقد لمدة يمكن خلينا نقول أكثر من 10 ساعات. صحيح. فقدان هذا الطفل في هذه الساعات خلى كل بحريني وكل بحرينية وكل مقيم ومقيمة على أرض هذا الوطن يشعر أن هذا الشخص وهذا الطفل الضاع أنه ولده من واجبه أنه يبحث عنه. أكيد إيمان، فعلا كل واحد منا شعر أنه عبد الله ولده وطلع يبحث عنه، سواء كبار أو صغار، نساء ورجال، الكل قام بدوره، ومو بس منطقة أهالي الرفاع مكان سكن طبعا الطفل عبد الله، وإنما أيضا في المناطق المجاورة مثل مدينة عيسى وعالي وغيرها من المناطق، في حادثة تعكس معدن أهل البحرين الأصيل وحبهم لبعضهم البعض وتكاتفهم، وأن اللي يألم واحد منا يألمنا جميعا، وهذا مو بغريب على أهل البحرين، وأيضا مو بغريب على رجال وزارة الداخلية اللي دائما يسهرون على راحتنا وأداء واجبهم على أكمل وجه. اللافت والجميل أن الطفل اللي ضاع لأكثر من 10 ساعات وما حد تعرف لا، وهذا ما يعكس جو الأمن والأمان اللي نعيشه في البحرين. أكيد والله لا يغير علينا، أكيد إحنا دائما نقول البحرين يعني ديرة أمن وأمان، وإحنا أكيد سعيدين بعودة الطفل إلى أهله وبين أحضانها، وفخورين أن البحرينيين كلهم شفتي الوقفة شلون كانت إيمان. كان بالفعل السوشيال ميديا يعني في وقت طبعا فقدان الطفل ضجت مواقع التواصل، وهذه بروحها شيء مفرح بالتأكيد. وأكيد الحديث أكثر حول هذه الواقعة من الجانب الاجتماعي والإنساني معنا عبر الهاتف أكيد الرائد يعقوب أحمد كمال، رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة الجنوبية. يا هلا يا مرحبا فيك، وأكيد في البداية نشكر جهودكم الكبيرة واللي لا تخفى أكيد على وزارة رجالات وزارة الداخلية في حفظ أمن وأمان مملكة البحرين، إلا أن مملكة البحرين تسطر اليوم أروع ما قدمه الشعب البحريني من تكاتف وتعاضد في واقعة أكيد البحث عن الطفل عبد الله. يا هلا مرحبا فيك، مسي عليك بالخير والنور والسرور، أول شيء يعطيكم الصحة والعافية للأمانة. الله يعافيك، مسي عليكم بالخير وعلى الساده بالبرنامج. الله يسعدك. طبعا في البدايه ودنا نتكلم اكيد عن جهود البحرينيين مع الشرطه وشلون كانت تعني الوقفه البحريني واثرها ايضا على رجال الشرطه. نعم، في البدايه احب اوجه كل الشكر والتقدير لشعب البحرين الوفي على وقفته قضيه تغيب الطفل عبد الله، وهذا الشيء مو غريب على شعب اهل البحرين. واللي صار في قضيه تغيب الطفل عبد الله بينت اروع وارقى معاني الشراكه المجتمعيه على ارض الواقع، والمواطن رجل الامن الاول، وهذه المقوله تكتب بماء من ذهب. والموقف اللي صار بين قوه وتلاحم وتكاتف الشعب البحريني، لان الشعب قلب واحد ويد واحده بغض النظر عن اطيافه، وهذا اللي تعلمناه وتربينا عليه من قبل قيادتنا الرشيده على أرض هذا الوطن الغالي. ولو بنتكلم عن تفاصيل تغيب الطفل عبد الله، طور تلقي مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بلاغ تغيب الطفل عبد الله في الساعة 2 مساء على الفور. وجه سيدي سعادة العقيد الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بتشكيل فريق عمل مكون من عدة دوريات للبحث عن الطفل المتغيب، وفي نفس الوقت تم ارسال فريق متكامل من عدة دوريات من شرطة النجدة وفريق آخر من الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية لمساندتنا في البحث عن الطفل. وعلى الفور تم تطويق المنطقة على مسافة 5 كيلو مربع تقريبا، وأثناء ذلك انتقلنا إلى منزل الطفل المفقود والتقينا بوالده وحاولنا أن نجمع منه أكبر عدد من المعلومات اللي تفيدنا بالبحث عنه، وتم وضع خطة للبحث عن الطفل بتوزيع الدوريات على طرق برفقة الأهالي، وتم تنسيق تقسيم المنطقة إلى قطاعات للوصول إلى الطفل المفقود بأسرع وقت. وأثناء عملية البحث وردتنا عدة بلاغات من المواطنين بالاشتباه بمشاهدة الطفل في عدد من المناطق، وكل البلاغات الواردة تم أخذها بمحمل الجد، وسال فرق للبحث عنه مكونة من رجال الأمن والمتطوعين من مواطنين ومقيمين بالبحث عن الطفل. وأثناء ذلك وردتنا معلومات بأن تم مشاهدة الطفل على أحد الطرق الفرعية، وتم الانتقال للموقع ومعاينة المنطقة بالكامل والتأكد من وجود الكاميرات الأمنية على المنازل وعلى المباني. وبعد فحص الكاميرات الأمنية شاهدنا الطفل المفقود على أحد الطرق، ولعدم وضوح التصوير قمنا بالبحث بجميع المنازل المتواجدة على الطرق الفرعية وأثرنا على الطفل في سطح أحد المباني في تمام الساعة 2:30،
صباحا، وعلى الفور تم بلغ غرفة المراقبة الرئيسية واللي بدورهم تواصلوا مع الإسعاف الوطني، وتم إرسال سيارة الإسعاف لنا، وتم نقل الطفل إلى المستشفى العسكري للاطمئنان على صحته، ولله الحمد إن صحته جيدة وحالته مستقرة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. خلينا نبتدي في بداية حديثك، شكرت أهل البحرين على هذه وقفتهم، وفعلا يعني تكاتف أهل البحرين كلهم وأهالي المنطقة وأهالي المناطق المجاورة، هاي كلها دليل على أن احنا نعيش في أمن مجتمعي على أرض مملكتنا الغالية لله الحمد. وهذا الأمن المجتمعي تفتقد الكثير من الدول، بحيث أن الطفل كان مفقود لأكثر من 10 ساعات، ورغم ذلك الطفل ما تعرض لأي إصابة أو لم يتعرض له أي أحد. حدثنا عن الأمن المجتمعي اللي تشهده مملكتنا الغالية. إيه نعم، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وهذا الشيء مو غريب علينا في مملكة البحرين. وأحب أبين وأوضح أن الأمن المجتمعي اللي نشوفه على أرض الواقع حاليا هو نتائج بذرة زرعت من المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهذه نتائج هذا المشروع اللي حفزنا عشان نوصل لهذا المستوى الراقي في اللحمة الوطنية والروح الواحدة. ونعمة الأمن ولله الحمد واللي يشعر فيها كل مواطن ومقيم على مملكة البحرين، واللي أرسى ودعم قواعدها توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وبمتابعة حثيثة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن. نعم يعني نعم. بالفعل الكل ساهم، الكل شارك، يمكن حتى اللي ما قدر يشارك يمكن حازم أثناء يعني تواجده ويدور في السيارة ويدور شارك في السوشيال ميديا ميديا. يعني أكيد نشكرك الرائد يعقوب أحمد كمان رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة الجنوبية، شاكرين لانضمامك أكيد معنا في هذا الاتصال هاتفي. بالفعل يعني جهود كبيرة قاموا فيها أكيد رجال الشرطة.